معنا ايضا استاذ محمد الضماطي، عضو غرفه الصناعات الغذائيه باتحاد الصناعات. يعني كيف استمعت لكلام رئيس الوزراء؟ مهندس سويدي قال الاهم، وده اللي قلناه في الاول، الاهم هو التنفيذ، الاهم ان نرى خطه تنفيذيه لكل هذه الافكار والسياسات الطموحه جدا. ازيك يا لميس، اخبارك ايه؟ ازيك يا محمد، اهلا بك. اتفضل. الو، ايوه سامعاك، اتفضل. بصي طبعا النهارده احنا متفائلين نسبيا، لان بدا يبقى في شويه نقاط على الاقل زي ما انت بتقولي تتحط على الارض. نتمنى باذن الله ان هي يتحط لها جدول زمني، نتمنى ان احنا نشوف المحاور بتاعه النقط دي زي ما قلت في البرنامج لما كنت معاكي من اسبوع، التوطين والتصدير والقطاع الغير رسمي. دول محتاجين نشوف الثلاث حاجات دول هيتعمل فيهم ايه بالترتيب. لكن في شويه نقط اتقالت النهارده كويسه، في جدول محطوط للمفاوضات مع الاي ام اف ان شاء الله، اتقال ان كمان شهر ممكن نشوف انفراجه، فاعتقد الامور بتسير بشكل افضل. وكل ما نتكلم على الاقتصاد كل ما يطلع افكار كل ما الدنيا تبقى فيها نوع من التقدم للامام ان شاء الله. من اين تاتي الثقه؟ يعني الثقه في هذه السياسات المعلنه بتاتي من التنفيذ، انتوا طلباتكم ايه كمصنعين؟ بصي اللي حصل النهارده مش سياسات، خلينا بس نكون واقعيين، اللي حصل النهارده مجموعه افكار منتظره ان هي تتحول لسياسات مكتوبه وسياسات معروفه. النهارده اتكلمنا في شويه محاور، محور منهم الخصخصة، بس هي بتتقال بطريقة مشاركة القطاع الخاص وعرض فرص على القطاع الخاص. مش عيب ان احنا نتكلم ان ممكن يحصل خصخصة لبعض الشركات او بعض المشاريع القومية اللي اشتغلت خلال الفترة اللي فاتت. الخصخصة للأسف في مصر واخدة سمعة سيئة من اللي حصل قبل 2011، لكن هي برنامج موجود في كل حتة في العالم. بريطانيا في وقت تاتشر كان برنامج الخصخصة كان من ضمن الحاجات اللي أنقذ الاقتصاد الإنجليزي. فمش عيب ان احنا نتكلم على خصخصة بطرق أخرى، بمشاركه بحق انتفاع، بمشاركه بحق اداره، لكن ده واضح ان دي نيه الحكومه ودي حاجه كويسه. محتاجين ان احنا نمشي بسرعه في الموضوع ده. النهارده اتكلمنا عن الشركات الناشئه، الشركات الناشئه والتاسيس بمجرد الاخطار. خلي بالك احنا دخلنا السنه اللي فاتت 510 مليون دولار في الشركات الناشئه اللي هي البي سيز، لكن للاسف الشديد ما عندناش البيئه الجاذبه للشركات دي. ففكره النهارده التسجيل بمجرد الاخطار دي فكره هايله، لكن محتاجين عليها كمان خطوات تانية، زي ان لازم يبقى ليهم بورصة متخصصة، لان قانون البورصة وسوق المال في مصر بيمنع الشركات اللي ما بتحققش ارباح ان هي تطرح اسهمها في البورصة. الشركات دي كلها شركات ناشئة وبتاخد وقت طويل جدا عقبال ما بتحقق ربحية، وده موجود في كل حتة في العالم. ده اللي خلى شركة زي سويفل اللي طلعت من عندك في البرنامج الميسي وتفتكر من 5 سنين لما فكرت ان هي تطرح، طرحت في امريكا في الناسداك ونقلت الهيد كورترز دبي. نتمنى ان يبقى عندنا بورصة للفي سيز، بورصه للشركات الناشئه، ده مصدر جذب دولاري كبير، والشباب بيحبوا انهم يشتغلوا في الشركات الستارت ابس والحاجات دي بشكل كبير جدا. الامارات دخلها السنه اللي فاتت اكثر من مليار و300 مليون دولار استثمارات في الشركات الناشئه. فالفكره كلها ان النهارده كنا ان احنا نبدا نتكلم على الشركات الناشئه، دي حاجه كويسه، الخصخصه دي حاجه كويسه، فاضل لنا نتكلم على التصدير، فاضل لنا نتكلم عن القطاع الغير رسمي. القطاع الغير رسمي آفة في الاقتصاد المصري، 700 مليار جنيه ده أقل تقديرات رايحين على الدولة في ضرائب بسبب القطاع الغير رسمي. جزء من سياسة الإصلاح بتاعة الدولة هي إزاي إن هي تضم القطاع ده. ده اللي لازم نشوفه، ده اللي لسه ما شفتش مبادرات. طيب في التصدير، وذكرت التصدير، السيد رئيس الوزراء اتكلم على 6 قطاعات مستهدفة للتوطين الصناعي و9 للتصدير، عشان 9 قطاعات اساسيه عشان نقدر ان احنا نضغط ان احنا نوصل ل 100 مليار في 3 سنوات. ده كلام محترم. ايه اللي مطلوب هنا يا ضماطي؟ المطلوب ان احنا ندرس الدول اللي حوالينا بسرعه، الدول النهارده اللي بتجري عشان تبقى بديله للصين في سوق التصدير في العالم. محتاجين ان احنا ندرس القطاعات اللي موجوده بشكل احسن، محتاجين نسرع اكتر في برنامج دعم الصادرات، محتاجين يبقى عندنا برنامج دعم صادرات مرن واكثر سيوله. يعني ما ينفعش ان انا النهارده افضل قاعد مستني 10 شهور و12 شهر عشان اصرف دعم الصادرات بتاعي، وانا مش عارف العمله هيحصل فيها ايه، ومش عارف يعني مش عارف اصرف قد ايه وامتى. لازم يبقى في سياسه مرنه اكتر من كده، لازم يبقى في النهارده تشجيع لمنح الاراضي بحق الانتفاع، وهم اتكلموا على ده النهارده. فكلها في بوادر ايجابيه، لكن زي ما بقول محتاجين شويه فاين تيوننج، محتاجين نتكلم على الاقتصاد الغير رسمي كمان. انا مبسوط ان انا يعني اللي اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات التوطين والصادرات الحكومه مهتميه بيهم، الخصخصه بمعانيها بقى المختلفه سواء حق انتفاع او مشاركه او وات ايفر،
ده مهم جدا في الفتره اللي جايه عشان كميه المشاريع اللي اتعملت كبيره جدا ان الدوله تقدر تتحملها في الفتره اللي جايه. فكل دي بوادر ايجابيه ان شاء الله، نتمنى بس يبقى في جدول زمني لكل حاجه بقصه الاي ام اف. طبعا انا بس عايز اسال على شهيه القطاع الخاص، هنا بقى ده مهم جدا. طب الدوله قالت لك انا هعمل لك كذا وكذا وكذا، وقالت هنعلن خطه عمل، اذا كانت هناك خطه عمل واضحه، وانا فاهمه ان كل رجال الاقتصاد بيقولوا طيب يا جماعه هذه مجموعه افكار او مجموعه سياسات، عايزين نشوف بقى الفاين تيونينج او الخطه التنفيذيه لها اللي هي المذكره التنفيذيه زي ما بنقول. ممكن ارد عليكي رد في الحته دي يا لميس؟ انا بس لازم نبقى فاهمين. طيب لازم فاهمين كويس قوي ان الاقتصاد ما بيبنيش في يوم وليله، وان الثقه ما بترجعش في يوم وليله. هنا هنا بقى الشهية القطاع الخاص، صح ما فيش بين يوم وليله، ولكن هل هنا القطاع الخاص مستعد بقى يجي؟ انا فتحت له الباب، انت القطاع الخاص مستعد يدخل ومستعد يتوسع 100%؟ بس خلي بالك من نقطه، الرزه زي ما بيقولوا بالمثل العامي راس المال جبان، طبيعي جدا انك انت النهارده هتقفي شويه لحد ما تشوف الامور هيبقى شكلها ايه. لازم نبقى فاهمين زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت اللي عمل تقلص حصه القطاع الخاص لحد ما وصلنا تقريبا 30% من حجم الجي دي بي بتاع مصر، ما تنتظريش ان في يوم وليله هتدوسي على زرار هيرجعوا 60% تاني. ده مش هيحصل. دي نقطة مهمة، هي محتاجة لبناء ثقة متبادل وبناء ثقة من الحكومة وخطوات تؤكد انه انا جاد في هذا الاتجاه الجديد. هتاخد وقت، وخلي بالك انا بحذر من ده ليه؟ عشان ما يجيش كمان شهرين يقول لك احنا عملنا والقطاع الخاص ما دخلش. يعني دي لازم تبقى نقطة مفهومة، ان القطاع الخاص على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا كان بيتراجع او بيتقلص واحدة واحدة. فمش متوقع ان جيت النهارده لما بيتعرض لعراقيل كثيره من مختلف السياسات. وبالظبط، ولسه هتاخدي وقت شويه عقبال ما الامور ترجع لطبيعتها. شكرا محمد الضماطي عضو غرفه الصناعات الغذائيه باتحاد الصناعات.